يا سلام يا سلام يا احلى الكلام. تبارك الله على خوتنا وحبابنا. اقشور ترحب بكم. مرحبا. شمن عمله بعدا؟ الشاون. عمله الشاون اقليم شفشاون. اقشور ترحب بكم. سيبو شي برا من نور ربي العالمين اوليدي. انا راه عندي شي حاجه هنا. حنا كاينه شي حاجه. اول حاجه اللي بغا سيبو شي با. كاين شي كلمه؟ كاين شي كلمه؟ شي كلمه؟ كاين شي كلمه؟ ضيفنا شي كلمه فهاد الرحاب. وانت في اقشور دابا؟ ها وانت في اقشور دابا كاين شي كلمه؟ مرحبا. ها البيصاره جايه. جبت الكل شيء حتى تجي الخبز بعدا. واخا شدو ماكش ديك راه واخا نصورو ماكش ديك راه. شكرا. زيد اخي زيد. شو سميتك؟ شكرا اخي عبد المنعم. اكرم سنة اكرمك الله. خبز والو. اشوف اخي الا كناكلها بوحدي. شوف انا كنروم على هاد الناس هادو. عندك واحد فغرج اصلا يا سيدي. تكلم تكلم. واه ابو العيد. ها شي كلمة؟ شي كلمة؟ حنا في اقشور دابا. اللي بغا يضرب تمارة يضرب تمارة والعدم يجي فايش التمارة والعدم وضح. والطريق حنا جينا بالبكاء جينا بالدراجة. جيت بالطوموبيل راه عندك على المتعة. سيبو شباب ما تنساشي كاين واحد الرجال كيمشيو على رجليهم. إلا كنت تكتشف بيكا الله. الأصدقاء ديالنا اللي تلاقيناهم ديال الدار البيضاء والتويم. العام الآخر. خذ التويم العام اللي فات. بيضاوة بيضاوة. بيضاوة تبارك الله على الناس بيضاوة. ولكن سيبو شباب هذوك زايدين علينا هذو على رجليهم. لا لا ما كاينش واحد زيد على صحاب بيكا الله. ها؟ كذب عليك. ما كاينش واحد أحسن من صحاب بيكا الله. ولكن اللي على رجليهم أصاحبي. واخا يكون كيف جا على رجليهم. شحال من واحد باقي خصو بيصاري. مرحبا. بلا تجي الخبز ولا تجي الخبز. مرحبا. عندنا البيصاره وهاجي طاجين ديال اللحم اللهم بارك. اخاي الحربوي شوف تبارك الله. شوف والله شوف شخصيه خويا. الله 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 الله. يا سليمانيه يا البدر اللهم بارك اخويا. الله الله الله. واسي بوشيما وما طلع عندك اخويا احبابك وبلي عمك. الله 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 الله. ها وجلسه دابا اجي نقول لك دابا خاين نحيلي دابا اللي جالس كتصور فينا وصوتي هادشي بالرده. وماشي هنايا دابا حنا عند الناس وعندو انا برده يمكنش. والله كاع اللي كان معنا معنا الشاف يدو معنا الشاف. واش يمكن ناخذ معك شي ذكرى؟ اييه. شو سميتها الشاف؟ عرفه. شنو الهوايه ديالك؟ الهوايه ديالي التسلق الجبلي. انا راه شفتك قبيلتي حنا طالعين انت هو. مرحبا. انا عقلت عليك راه انا ومرتك. كيفاش حكي لنا حكي لنا احنا ما عمرنا كنا فيها. ولكن غاليه بزاف غالي شي 60 درهم ياك. واه اذا كنتو كاملين بكم كنقصوا. الله اسمع اسي وشيبا. فهي كي كنتو كاملين كنقصوا. اه كنرجع لبلاصه اللي طلعتي منها كنرجع لها. ماشي هذيك انا نمشي ونجي هذيك ديال الدراري صغار. لا كبير كبير. والسلك راه هو كتغوي ديال الكاميرا واش هذيك اللي كتعاود بها. سمع واش كيقول لكم هو؟ سمع ايوا شوف هذه عاده مربوط في السلك وغادي يدير راكب. اه لا خصنا نطلعوا في الجبل. طلعوا في الجبل بالقلبه يعني تسلق الجبل يعني راكبين هذيك هذيك ركوب الجبل. وراه عندنا القندره اللي كتمشى على رجلك هذيك صعيبه تدوزها من جبل لجبل كتبقى تلعب. لا شوف كراك ديال الاطفال انا دوزها بالله. الله هذيك راه من جبل لجبل ماشي عبد الله. شوف نديرو قضيه نديرو قضيه انا وياك مزيانه اخوتي. راه نضرب ولا نضرب انا ومن ما ندير حتى شي غلط وبسرعه كبيره اخوتي. ونخلص شي حاجه نديرو انا وياك. صح عندنا واحد المسابقه هنايا نشارك معاك. شو سميتك؟ نشاركوا فيها. سيم سيم. نشارك. كيهبط فيها وكنرجع انا وياه اللي كيدور. تبارك الله اخي عمر. اخوتي سيدي زاك. محمود الملاحي. هذاك اخي هذيك. لا لا الله. شو خويا يجي خور وشي على الله. شو اجي خويا يجي. اللي جا مرحبا. لا جيبوا له اكش الدجاجه ولا ما عرفت قال لك طاجين ما عرفت شنو يجيبوا فيه. اللي جا مرحبا. اجي خويا اجي. الله يكرمك اخي بوشي كتكرموني اخوتي. ولا خسرتي؟ ولا خسرتي؟ كيخلص 500 درهم. الله يا الحبيب انتم كتخلطوا دابا القمار مع مع الرياضه. ما راه شحال من واحد هنايا القمار شحال من واحد علاش شحال من الكره ماشي ماشي منافسه وهذا راه قمار هذا دابا انتم دايرين المشروع الحلال خليه واقف ما دخلش فيه القمار. فارس شي صاحبك ديروا فيه شي جائزه معنويه مثلا تاخذ طاجين فابور عتبات فابور سير حق
ولكن اخي رشيد المجدوبي الاخوان كلهم شهدوا لك اخي قسما بالله راه حاضر على الملائكه ديالك وليدي كما كيقولوا وعلى راسي سي بوشيبه قالك هذاك قالك واخا يدير اللي دار هذاك شي مسكين مسائل كيمحيوا لك شي كامل كيمحيوا لك الدنوب ديالك اخويا ديك تي بلاصتك اخويا ولكن ابو فارس هو والله ما وصيته ما كاين حتى حاجه قسما بالله راه تلقائي واش غادي نصحو سي الله يرحم لك الوالدين الله يحفظك شكرا اخي فارس ايوا انت سي المجدوبي شكون بحال من قلب اقشر انت انت سي المجدوبي انا هذا الصديق ديالنا يعني مختص في تسلق الجبال ها هو الله مبارك تبارك الله عليكم اخوتي وكنحييكم دابا ماشي نتقدم الغرض انا ناس ها انا خوتي ها بسم الله ها انا ها انا وانا ما اسيبو شي في المبغى لا سليمان حضرتك راه انت وياه هذيك اخويا هذيك وي نمشي مع المعلم ها المعلم شويه يا اخويا شغل سام باسو في الطريق في الطريق لا ها شكرا على الله مزيان نزيدو لا ما كيما قلتي شي بلاصه وكذا وهذه ايوا كيبان احسن الله يا خال قبلونا قبلونا بالقبول الحسن يا الهي اسي وشي وسي نعرف راسي خاصك تبدل فيا الكاره شوف شوف لا وليتي سبيشال مزيان شنو خويا شنو خويا وليتي مزيون يا البركة بوجدي شوف البركة بوجدي هذه البركة بوجدي نعم والله إلا بقي فهمتي اللهم حسن اللهم كما حسنت خلقي حسن أخلاقي يا رب العالمين أنا كنحيد لي كاس خليه وخلينا ناكل هيدا لا حيدو بوجدي كلي بوجدي الله يرحمك بوجدي تحية صاحبي يونس سي بوجيبا نعطيه الكاسك نتهلاو في معلم نتهلاو في صاحبي الله يا صاحبي يتهلاو فيا الله غادي شنو هو اسكوت والسر ما السر الله الله يرضي عليك وشفنا حد شي واحدين شكيقولوا قال لك النبي كيقولوا وانا ساكن كيقولوا مساكن قال لك النبي قال لك ما شافونا ما شفناهم قال شي غزوه قال لك ما شافونا ما شفناهم قال لك احسن غزوه دوزها النبي هي ما شفناهم كيقولوا كيقولوا قال لك ما شفناهم راه النبي راه كان صعب شنو ولا جيش الله لا يهزم وليدي قال لك ما شافونا ما شفناهم النبي كان يقاتل من اجل اعلاء كلمه الله صلى الله عليه وسلم يا دي زعما ماشي منو قتلوا سي ماشي بقى ما شافونا ما شفناهم هذا دخلت له هذا راه بيت الفضه بيت الفضه ياك شو سبحان الله العظيم شوف شوف اللي بغيت نقول لكم بيت الفضه ملي خرجنا الخبز بقيت غير مشحل دابا قال لي الخبز غادي نشبيك الله نمأمن شوف دابا شويه شوف ونفعتني شوف هالبيصار واش تاكلها الاخوان ديال البيصار فهمت اخوان مساكن يعني شافونا كنهز الخبز ها هي دابا نفعت سي بوشيبه واش نفعت ولا لا ها انا دابا وصلنا صاحبي باقا ما جاش وعندك صاحبي واش ما كتبغيوش تاكلو حط لي ديالي شو حاطه شو ديال الخبز
شوف يلا شوف شوف ها شحال الخبز أربعة الخبز بغيت يا صاحبي واش طيحها عاوتاني بسم الله اللهم بارك لهم الصيام زدنا حيا منهم واحد الحاجة راه السيد في الشام طالب لها صاحبي ست قراعي حميو وقفنا ونتغداو باش انت بنتي عندنا باش بنتينا باش بنتي في هذاك الجبل تما ونهودوا للواد اصاحبي كنحاول نديك البراك شويه وما وما نجبدوا القياطن حتى حتى المغرب ها واحد وليد مزيون عاوتاني ها هو تبارك الله شو سميتك؟ محسن كي جات البيكالا ديالي؟ لا واعر نادي مع السلامة مع السلامة يا حمامة ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد دمتم أحرار والسلام عليكم ورحمة الله